بيتك أضعه عيلين وقدم من بيلك صردين ملكوش ما يعنو حصوني خلدة أخطيت إخوتي المؤمنين. يسر أسرة مطرانية دمشق المارونية أن ترحب وتهنئ على مذابح هذه الكنيسة المقدسة بكاهنها الجديد الأب طوني الخولي. باسم صاحب السيادة المطران سمير نصار السامي الاحترام رئيس أساقفة أبرشية دمشق المارونية والآباء الكهنة الأفاضل وأسرة الصوفانية وعلى رأسها الأخت الكبرى ميرنا وكل من تولها قلبه في حب العذراء مريم الذين أتوا اليوم ليعيدوا لها ويحيوا ذكراها ويحيوا فضائلها في قلوبهم وحياتهم وإرادتهم وحريتهم ويقولون كما قالت العذراء ها أنا أمة الرب فليكن لي بحسب قولك. تردد على مسامعي الكثير من التساؤلات، لماذا هذا الحشد؟ لماذا هذا الاحتفال؟ ما تراها تلك الدوافع التي حدت بالمؤمنين ليتوافدوا جموعا غفيرة إلى الكنيسة في هذا اليوم؟ ما جديد هذا اليوم؟ هل جديد هذا اليوم انتظار معجزة ما؟ هل جديد هذا اليوم هو عيد الصوفانية وأبنائها، أم هو لأن هناك مفارقة ما تجسدت في شخص أبونا طوني؟ هناك من أتى ليشاهد الكاهن طوني الذي كان ربيع الخولي، وهناك من أتى ليرى ربيع الخولي الذي أصبح كاهنا، وما بين الاثنين مسافة، مسافة يملأها عمل الروح، وهو ما يجمع كل الدوافع التي ذكرت. عمل الروح الذي حول المطرب ربيع إلى الأب طوني هو معجزة العذراء في هذه الليلة. هذه المعجزة التي لن تتوقف عند الأب طوني الخولي، وإنما هي تفعل وتكمل عملها في قلوب كل من أراد أن يسلم روحه إلى الروح القدس الذي تجسد في أحشاء البتول. فمع الأم العذراء، الأم المربية، أم الكاهن وأم المؤمنين، نقدم قداس هذه الليلة. آمين. برخ موريش كهني، المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. يا ابن الآب السماوي، يا من حسن في عينيك أن تكون ابن مريم البتول، فأقبل جبرائيل رئيس الملائكة مبشراً حاملا سلام الآب إلى المباركة بين النساء،
أعدنا لاستقبال ميلادك المجيد بالفرح والابتهاج، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام للبيعة ولبنيها. نرفعن التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الذي أرسل إلى الناصرة جبرائيل مبشرا، وإلى الإبن الذي حل في مريم فصار هو البشرى، وإلى الروح الذي قدس البتول وتمم السر العجيب الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا المساء المبارك وكل أيام حياتنا إلى الأبد. المجد لك أيها السامي، يا من شئت أن تسكن مع ابن البشر، أنت القوة التي حلت في البتول الطاهرة فظهرت منها إلها متجسدا. لذلك نهتف اليوم قائلين طوبى لك يا مريم، لأن ابن الله اختارك له أمة. طوبى لك لأنك أعتقت آدم أباك. طوبى لك لأنك مجد الشعوب وفضل الأجيال. والآن نسألك يا كلمة الله على عطر هذا البخور، امنحنا برحمتك غفران الذنوب ومواهب الروح. هب الرعايا أمانا والأديار سلاما والكهنة وقارا والشمامسة نقاء والشيوخ جلالا، وامنح الوالدين كرما والشبان عفة والأطفال تربية. قدس الرهبان والراهبات، انشر الحق والمحبة في كل الأقطار، أرح الموتى في ملكوتك الأبدي. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى أبيك وروحك القدوس إلى الأبد.
أيتها البتول الطاهرة التي عطرت العالم برائحة المسيح الطيبة، أنت الغمامة التي سكبت الندى على المسكونة، ابتهلي معنا إلى وحيدك ليقبل بخورنا ويفيض علينا في ذكرى بشارتك نعمه السماوية، فنشكره أباه وروحه القدوس الآن وإلى الأبد. قديشات ألوه قديشات حي القلوب قديشات لما يطول اترحم عليه قديشات ألوه قديشات حي القلوب قدي شكل ميوت يترحم عليه قدي شكله قدي شك حيل طلو قدي شكل ميوت أيها الرب القدوس الذي لا يموت، قدس أفكارنا ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. أرسلت جبرائيل يا كلمة الآب حاملا بشرى الإنجيل سر جمع الأحباب. فصل من رسالة القديس بولس الرسول إلى أهل غلاطيا برخمورش كهني. المجد لسيد بولس والرسل، ولتحل مراحم الله على القارئة والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها المؤمنين إلى الأبد. يا إخوتي، إن الوارث ما دام قاصراً لا يختلف عن العبد بشيء، مع أنه سيد على كل شيء، لكنه يبقى تحت الأوصياء والوكلاء إلى الوقت الذي حدده الأب. وهكذا نحن أيضاً لما كنا قاصرين كنا مستعبدين تحت أركان العالم، ولكن لما بلغ ملء الزمان أرسل الله ابنه مولوداً من امرأة، مولوداً في حكم الشريعة، لكي يفتدي الذين هم في حكم الشريعة حتى ننال البنوة. والدليل على أنكم أبناء هو أن الله أرسل إلى قلوبنا روح ابنه صارخاً أبا أيها الآب. فأنت إذن لم تعد عبداً بل أنت ابن، وإذا كنت ابناً فأنت أيضاً وارث بنعمة الله
والتسبيح لله دائما. السلام لجميعكم من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة. فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكون أيها السامع، لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله. قال لوقا البشير في الشهر السادس بعد بشارة زكريا: أرسل الملاك جبرائيل من عند الله إلى مدينة في الجليل اسمها الناصرة، إلى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود اسمه يوسف، واسم العذراء مريم. ولما دخل الملاك إليها قال: السلام عليك يا مملوءة النعمة، الرب معك. فاضطربت مريم لكلامه وأخذت تفكر ما عسى أن يكون هذا السلام. فقال لها الملاك: لا تخافي يا مريم، لأنك وجدت نعمة عند الله، وها أنت تحملين وتلدين ابناً وتسمينه يسوع، وهو يكون عظيما وابن العلي يدعى، ويعطيه الرب الإله عرش داود أبيه، فيملك على بيت يعقوب إلى الأبد، ولا يكون لملكه نهاية. فقالت مريم للملاك: كيف يكون هذا وأنا لا أعرف رجلا؟ فأجاب الملاك وقال لها: الروح القدس يحل عليك، وقدرة العلي تظللك، ولذلك فالقدوس المولود منك يدعى ابن الله. وها إن
إلي صابات نسيبتك قد حملت هي أيضاً بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك التي تدعى عاقراً، لأنه ليس على الله أمر مستحيل. فقالت مريم: ها أنا أمة الرب، فليكن لي بحسب قولك. وانصرف من عندها الملاك. حقاً والأمان لجميعكم. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. صاحب السيادة، آبائي الأجلاء، أخواتي الراهبات، أحبائي الأعزاء، أهل الشام الحبيبة، أعود إليكم وإلى هذه المدينة دمشق الحبيبة بعد 13 سنة من الغياب، وقد تغيرت ملامح شخصيتي ودعوتي بطريقة جذرية، إذ نقلتني نعمة ربي يسوع المسيح من المسرح إلى المذبح. كنت آتيكم سابقاً بصفة المطرب الفنان الذي كان يعرف باسم ربيع الخولي، وأنا آتيكم اليوم وقد تحولت دعوتي إلى كاهن المسيح المفتقر إلى عفو ربه، حاملاً اسمي في العماد الأب طوني الخولي. أخوتي، أخواتي، صاحب السيادة، أبائي الأجلاء، أخواتي الراهبات، أمام دعوتي الرهبانية والكهنوتية صغرت الدنيا في عيني، فأثرت اتباع المسيح وخدمة النفوس في سر الكهنوت على الشهرة العالمية والأموال الطائلة. ثقوا إخوتي وأخواتي إنني لم أجد السعادة لا في الشهرة ولا في حياة الترف والنجومية ولا في الرخاء والانتقال من بلد إلى بلد لأطرب الملايين، بل وجدتها في شخص المسيح بالذات، وفي صمت الدير، وفي صلاة المتواضعة، وممارسة خدمة الكهنوتية. إنجيل اليوم يظهر لنا حقيقة معاشة في حاضرنا كما في أيامه، فنجد التناقض الكبير بين جواب مريم للملاك حين قالت نعم وجواب زكريا الممتلئ من الضعف البشري. وأكثر من ذلك، في شكه بقدرة الله على تغيير ما لا ينسجم مع العلم أو عقلنا المحدود.
فكان أن سكت زكريا وبقيت مريم تتكلم، فقد تجسد منها يسوع المسيح كلمة الله الأزلية التي لا تصمت، كما علمتنا كيف نثق بقدرة الله ونكون متواضعين متنازلين عن كبريائنا وأنانياتنا، مسلمين أمرنا لله فيتجسد يسوع فينا في كل مرة نتناول فيه القربان المقدس بإيمان وعن استحقاق. قال القديس توما الأكويني عن مريم العذراء، قال: أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك مستودعاً نفسي وجسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي، فأعينيني يا سيدتي. صدى هذه الكلمات غير لي حياتي، فسلمت ذاتي إلى رأفتها كما فعل الكثيرون من قبلي من مكرسين وعلمانيين. اذكروني إخوتي بصلاتكم دائما كما سأذكركم أنا كل يوم في تقدمة الذبيحة الإلهية. آمين. نؤمن بإله واحد، نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم عذراء وصار إنسانا جاء في الكتب وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن الذي هو مع الآب سجده ويمجد. الوت ما دبحيدلو هو الوطلو دم حاد طليوت وينو بسوغو طيبو طوخ اعول البيتوخ وسجود بايكلو وطقوتشو صلى وعلي مت
أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين حبا لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية وبدل عطاياهم الزائلة، هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبير الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما طباوية والدة الله مريم ومار مارون ومار أنطونيوس ومار شربل ومار عنط الله والقديس رفا. اذكر اللهم أبانا وأخواتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من تقدم عنهم هذه الذبيحة. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا وأهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لك سيد الحبيب، السلام لك أبت الجليل، السلام لك يا خادم الروح القدوس. بحبكم بحبكم بحبكم. ليصفع الله قطع بعضي كما صفح الله عنكم بالمسيح. إلى السلام
يدعى. أمامك يا رب ننحني لنقبل منك البركة والمعونة لضعفنا، لأنك للجميع الملجأ والمعين، وإليك نرفع المجد وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. يا رب أضئ بوجهك علينا الآن وخلصنا من كل شر وامحو جميع مخالفاتنا، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب ونعمة ابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. لنشكر الرب متهيبين ولنسجد له خاشعين. إنه لحقا لواجب، حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين: إنك القدوس اللهم الآب وكثير المراحم، لأنك بحبك للبشر أرسلت ابنك إلى العالم فتجسد من مريم البتول لخلاصنا. وبيوم هود قدم حاشد لي ما بتحيين ساب اللحم بداو قديشته وبارك قديش وقصو يا بالتلميذاو كدومار ساب أخول منه كل خون هانو دن إتاو فغرو فيكون
واحلف ساجي متقسي وميته الحصوي تحوبي والحاجة دلعوا لما علمي وخانوا عالكوس ودمزغوا من حمر من مايو بارئ خقادش ويا بالتلميذة وكادو مار ساب اشتاو منه كل خون تحلف يكون واحلف ساجية متشد ومتهم الحصوية تحوبة والحاية دلعوا لما علمي وبهذا أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشفى المراحم كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصية ومجيئك الثاني نقدم لك التسبيح مبتغلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطا بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآن ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها صلينا خير
ارحمنا اللهم ارحمنا، وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. فيجعل بحلول هذا الخبز جسد المسيح إلهنا. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا. فتكون هذه الأسرار لتنقية النفوس المشتركين فيها والسالم من كل خطيئة وللحياة الأبدية. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا، وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار بنديكتوس 16 بابا روما، ومار نصر الله بطرس بطرياركنا الانطاكي، ومار سمير مطراننا، وعدد الكهنة والشمامسة والرهبان والراهبات وخدمت بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا. نسألك يا رب، يا رب استجب، استجب لنا. اجعل يا رب ذكراً صالحاً لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لأن ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحمة وغفران الخطايا لنا ولهم. نسألك يا رب، يا رب استجب، استجب لنا. سلامي أعطيكم، إنه يسوع، نعم إنه هو. عندما نلتقي بك يا رب نعرفك من السلام الذي ينبعث من وجهك ويجتاح قلوبنا. جئناك من عالم يؤمن بالعنف لتزرع السلام في أفكارنا، في قلوبنا، في قلوب الأطفال، في العائلة، في الكنيسة، في وطننا الحبيب، في العالم أجمع. إليك نطلب يا رب فاستجب وارحم. يا رب استجب، استجب لنا. اذكر يا رب من طلب أن نذكرهم ومن راموا أن يقربوا فما استطاعوا، واذكر من يعضدون بيعتك المقدسة، كن لهم ستراً وملجأً لأنك مخلص الجميع. نسألك يا رب، يا رب استجب، استجب لنا. Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Souffagnier, nous te prions pour que l'Église grandisse en Occident, que les familles demeurent dans l'unité et que la paix règne en Orient. Prions le Seigneur. Yeah.
Lasst uns beten zu Gott, der Maria zur Mutter seines Sohnes berufen hat, dass wir in unseren Kindern die Begabungen zur Entfaltung bringen, die du ihnen geschenkt hast, dass wir die Ereignisse, die uns heute begegnen, achtsam in uns aufnehmen und in unserem Herzen bewegen, dass wir auch dann, wenn es uns schwer wird, an deinem Weg festhalten. Höre unsere Bitten. Ja, Rab, استجب لنا. أيها الرب يسوع، كنيسة واحدة أنشأت، فجزأناها واقتسمنا أجزاءها. سامحنا واغفر لنا، وكالابن الشاطر اقبلنا واجعلنا أهلا لأن نمجد بكل شيء اسم الآب القدوس والابن يسوع الرب المخلص والروح الحي القدوس والمحيي الآن وإلى الأبد. نسألك يا رب. اجعل يا رب ذكرا صالحا لأبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين الراقدين هنا وفي كل مكان. اغفر لنا ولو الخطايا والزلات، لأنه ما من أحد بدون خطيئة إلا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي بواسطته نرجو أن ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. أرح اللهم الموتى، واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد كما كان. آمين. وتقدمنا نختم ونكسر هذا القربان السماوي جسد. يا
قربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبة بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيه. نضرع إليك اللهم الآب معزينا في ضعفنا ومشجعنا، نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لا تدخلنا يا رب في امتحان التجارب، لأننا لا قوة لنا عليها، بل نجنا من كل شر، لأن لك الملكوت والقدرة والمجد، ولابنك الوحيد ولروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. رؤوسكم أمام الله. الساجدين لك، المنحنين أمامك، الضارعين إليك، وأهلهم لمراقمك وغفران خطاياهم، لأنك كثير المراحم وعلى كل شيء قدير. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم يا إخوتي إلى الأبد. ينظر كل واحد منا إلى الله، بتأيب وخشوع وليسأل الرحمة داس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. آب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس،
وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا رب العالمين، جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لي أنا الحقيقة. إخوتي المؤمنين، المناولة رح تتم على الشكل التالي: كاهن في الوسط، وكاهنين على الجانبين، واثنين من الآباء الكهنة في الخارج. نتمنى من إخوتنا المؤمنين في الخارج ألا يدخلوا إلى الكنيسة، والكهنة هم من سيمرون عليهم. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لك أختي لمغفرة خطاياك الأبدية. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لك. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لك خليل. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لك. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح يعطى لك. جسد ودم سيدنا يسوع المسيح. Thank you.
أيضاً وأيضاً بك يا رب نعترف، والتسبيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محباً للبشر ارحمنا. نشكرك أيها الآب على هذه الموهبة التي منحتناها، ولو كنا غير أهل لها لا تخجلنا بخطايانا بل اعضدنا وخلصنا. فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أبسط أيها الرب يسوع يمينك وبارك شعبك، احفظهم بصليبك وكن لهم سترا وملجأ وكملهم بفيض بركاتك. فنرفع إليك وإلى أبيك المبارك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. أخوتي، قبل ما أعطيكم البركة الأخيرة، من بعد ما أعطيكم البركة الأخيرة، رح أقول أنا وياكم ابتهال لمريم العذراء: أيتها البتول مريم، إني أسلم ذاتي إلى رأفتك. اذهبوا بسلام يا إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقداس، الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد له المجد إلى الأبد. إني أسلم
جسدي وأفكاري وأعمالي وحياتي وصوتي، فأعينيني يا سيدتي واستمدي لي الحب الحقيقي الكامل الذي بي أحب من كل قلبي ابنك الحبيب يسوع المسيح سيدي. وبعد حبي له أحبك أنت يا سلطانتي فوق الأشياء فاجعليني يا أمي بشفاعتك كليات الاقتدار أن أثبت في هذه المحبة حتى إذ يفصلني الموت من هذه الحياة تقودي أنت نفسي إلى الفردوس السماوي. أيتها المدعون مريم إني أسلم ذاتي إلى رحمتك. أيتها المدعون مريم إني أسلم Thank you.